اهلا ومرحبا، دائما اجيب لكم اشياء جديده. هذا اخر كيبورد نزل من اليمامة من حوالي شهر او اسبوعين او ثلاثه، مودكس بلس. قبل الموديل القديم كان اسمه مودكس، الحين نزلوا مودكس 6 بلس و7 بلس و8 بلس. شو البلس؟ معناته اضافات زياده في الكيبورد، وهذا هو شكله. شوفون ما تغير منه شيء، ولكن في اضافات برامج داخل جديده. راح نسمع الاصوات معاكم بعد شوي، يا ليت لو تراويهم الوصلات اللي ورا، الكونكشكات اللي كلها موجوده. في ناس يهتمون وايد بالوصلات هذه. طيب نسمع الاصوات.